مع زميلة ميس الحربي. ميس، ماذا جرى في اللقاء ولماذا رئيس السلطة القضائية؟ حسين، مثل ما قلت، أمس الخميس ببغداد وآخر أيام الأسبوع طبعا في العراق اختتموا رئيس الجمهورية برهم صالح بلقاءات رئاسية جمعته مع رئيسي السلطتي التنفيذية مصطفى الكاظمي طبعا والقضائية فائق زيدان. الانتخابات المبكرة استحوذت على اللقاء مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس القضاء القاضي فائق زيدان. طبعا اللقاءان كانا مفصليان للرئيس صالح مع رئيسي الوزراء والقضاء. ففي لقائه مع رئيس الحكومة ناقش الإصلاحات الأمنية وكورونا والقضية التي تربعت طبعا على عرش النقاش أن تكون انتخابات مبكرة ونزيهة طبعا التزاما بما تضمنه البرنامج الحكومي للكاظمي. أما في لقائه مع رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان، فأكد برهم صالح على ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة لاستعادة ثقة المواطن وممارسة حقه الدستوري. أيضا طلب صالح من رئيس القضاء الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة وتشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة. حسين، يأتيك سؤال يا ميس من الداخل العراقي يسأل أين محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي بالنسبة لرئيس هذه الاجتماعات بالطبع يعني. صحيح، بالنسبة لرئيس السلطة التشريعية مثل ما قلت محمد الحلبوسي فهو بالفعل لم يكن هناك اجتماع له مع الرئيس العراقي برهم صالح. بحسب معلوماتنا هو خارج العراق الآن، ولكن رئيس السلطة التشريعية الحلبوسي كان له أول رد بالترحيب على دعوة رئيس السلطة التنفيذية الكاظمي على مسألة الانتخابات المبكرة. وأيضا مقرر اللجنة القانونية البرلمانية يحيى المحمدي أكد أن اللجنة اجتمعت مع رئيس البرلمان طبعا قبل مغادرته للعراق وأعدت الصياغة النهائية للانتهاء من تسمية الدوائر الانتخابية وأنها تنتظر رأي وقرار الكتلة السياسية بهذا الموضوع. فهل بالفعل ستعقد الانتخابات في موعدها الذي حدده الكاظمي أم ستعمد الكتلة الحزبية على إجراء تغيير المشهد وعرقلة التوقيت المتفق عليه من الرئاسات العراقية؟ حسين، إذن الشارع العراقي ينتظر فيما إذا ستجرى الانتخابات في موعدها أو لا يا ميس. جميعنا ننتظر. نعم، شكرا جزيلا لك ميس.